حنا العواد هما اللي كيطبلوا مزيان هاك. ها تو 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 يلا واحد جوج ثلاثة. الله يا ربي 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 الله كيسحب لها هادو هما اللي كيطبلوا هاكي هادي نعطيني انا يا جوج. الله يا ربي الله يا ربي الله يا ربي الله يا 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 يا. صباح الخير عليكم، معكم يونس الراستا وإيناس سيتا. سمحوا لينا بزاف علاش عطلنا عليكم بلا فيديو، كيف ما كتعرفوا كاين بزاف ما يدار على مسائل شخصيه. زيد يقول لهم شنو اخر. ان شاء الله اليوم غادي نجيو وغادي ندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله من القنصليه المغربيه. كنت غير كنقلب بارازار في السيت وانا نلقى بان كاين اليوم واحد ليفينمون اللي غادي تكون في القنصليه اليوم غادي نمشيو ليها. وبيني وبينكم ملي كنت كنقلب نسيتها. فين غادا فين غادا؟ باغا تمشي الكاميرا؟ لا تيتي معايا تيتي معايا. شوفي شوفي هيا مومو. لقيت واحد ليفينمون في القنصليه اليوم وبيني وبينكم بديت كنقلب وقال لقيت بان كاين نسيت لا الماكلة. داكشي بيني وبينكم علاش بغيت نمشي لان توحشت الماكلة المغربية. واه كنغرق اخوتي. واه ايناس عشقيني. انا ما اظن دايرين رغايف ودايرين شي خربيقات اخرين. غادي نمشيو ان شاء الله اليوم انا وايناس حتى والمدام باش نكتشفوا شنو كاين تما. وكاينه واحد على ما اظن غادي يديروا الموسيقى. كاين غادي تبدا هاد ليفينمون مع الربعة وغادي تسالي على ما اظن حتى لشي 8. غادي نمشي وغادي نكتشفوا بيني بينكم. والله ما عندي حتى شي حاجه، ما عندي حتى شي معلومات عليها. لاول مره غادي نحضرها في مدينه اوسلو اليوم وان شاء الله غادي نمشي وغادي نديكم معايا باش نكتشفوا اليوم هذا الحفل. دابا غادي نمشيو نقصيو. خيتي كتسول عليكم شحال هذه بغات تهضر معاكم. بالكومن اي اوسلو عربيه. شنو بالكومن عربيه؟ عربيه. السلام عليكم. لاباس كلشي مزيان؟ الحمد لله. انت لاباس؟ الحمد لله. ينسيتا هي اللي غادي تجيب. شنو غادي ناكلو؟ شنو غادي ناكلو؟ شنو هي شنو غناكلو؟ شنو غنديرو يعني؟ حوتة. حوتة هاي لكم حوتة. سلامون يا سلام. واش خوتي حنا خارج دابا باش نشطو الطريق نمشيو فين غادي نمشيو؟ اوكي اوكي حنا غاديين كيما كتشوفوا معايا الشتا هاكا وغادي نمشيو. الجو طايح الظلمه بقى عاد الربعه دابا وش الظلمه طايحه كيف ما كتعرفوا بيس كوندي انا كطيح فيهم الظلام بالزربه. وهذا بقى عاد خريف باقي ما وصلتش للشتا. لا صار واحد لا صار جوج شهور. غادي نمشيو كاملين بينا للبلاصه المعلومه. سو سي يو ذير. واش 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 حنا جينا اليوم كنت باغي نصحح واحد المعلومه وانني كنت كنظن بان واحد ليفينمون كبيره اللي كتقوم بها السفاره المغربيه. جينا لواحد البلاصه اللي كيف ما كتشوفوا معايا كيف ما شفتوا معايا ان كاينه واحد البلاصه مفتوحه اللي فيها الماكله بزاف. واليوم كانت دايره السفاره المغربيه هاد ليفينمون هادي باش تعرف بالمغرب التقاليد العادات الماكله ديالو لي بي سكونديناف كامله. وهاد ليفينمون هادي مكلفه بها القنصليه المغربيه هنايا. كاينين شي ناس اللي خدامين هنا ما بغاوش يبانوا الكاميرا نظرا للمراكز الحساسه ديالهم. جينا كيف ما قلت لكم كنا كنظنوا بان شي ايفينمون كبيره. المهم كاينين الماكله كاين اللي بغيتي تاكل الماكله هنايا داير الرغايف داير الفيسا داير البغرير. واخا ما كاينينش المغاربه بزاف كاين داكشي قليل ولكن الحمد لله جينا اكتشفنا هذه البلاصه هذه اللي كاينه هنايا مفتوحه هنايا وفيها بزاف ديال التخربيق ما يدار. وكيف ما قلت لكم كاين الماكله المغربيه هنايا
كتدار مره في العام باش كيعرفوا على تقاليد المغرب بصفه عامه. لي بيس كوندينا فما كتعرفوا ما كيعرفوش بزاف على المغرب. سو هذا هو علاش دايروا هذا الايفينمون اليوم هنايا. غادي نجلسوا نشوفوا شنو كاين مع الستة ولا مع السبعة وين كاين شي حفل موسيقي. ربما نبقاو هنايا نشوفوا المسائل كيفاش دايره. المهم ما كاينش شي حاجه فيري انتريستين، شي حاجه مهمه بزاف. سوري انا شنو غادي تاكلي؟ مسمن رغايف، رغايف بالصحة والراحة. رغايف معمرين بالخليع والرغايف عاديين. سالينا هاد الايفنت هادي ولا التويشي هادي اللي كانوا دايرين. اش غادي نقول لكم؟ ما كان ما يتقال، ما كان ما يتعاود. دابا عاد خرجنا من هنايا ما كملناش كاع، دوزنا غير واحد الساعة. بانوا لي شي حوايج اش غادي نقول لكم بزاف. من الاحسن كي نري حنا بزاف غادي نمشي للدار ونعاود نهضر معكم ونقول لكم شنو كاين، لان هذا الشيء هذا عيب وعار، عيب وعار دير شي حاجه بحال هكا وحق ربي تاع عيب وعار. واه يا خوتي بحال دخلنا للدار مسخسخين مهلوكين مدخفحين، الشطح شرينا في الطريق عاد دخلنا. بالنسبه اخوتي لدوك ليفنت اللي قلت لكم عليها انني بغيت نمشي ليها، اش غادي نقول لكم اخوتي؟ اش نقول لكم؟ منين غنبداو ملي غادي نسالي واحد الشوه ما فيها ما يتقال. كاين معايا قنصليه مغربيه كامله، قنصليه ديال المغرب قال لك اسيدي غادي نضموا هاد الايفنت هادي اسيدي باش يعرفوا الفليبيس كونديناف على التقاليد المغربيه والثقافه المغربيه، لان الفليبيس كونديناف المغرب ما معروفاش بزاف، وهادشي علاش داروا هاد الايفنت هادي باش يعرفوا بالتقاليد ديالنا والثقافه والمغرب فين جا. من الاحسن كوما داروهاش، والله الا كوما داروهاش الا ما احسن وجدير راسنا والمدلل في سرق فطان. حنا غاديين قلنا زعما راه غادي تكون شي ايفنت زوينه وغادي يكون داكشي زويون. اش غادي نقول لكم؟ دخلت اش غنقول لكم؟ واحد البلاصه ماشي اوبن ولكن مسدوده من الداخل وفيها بزاف ديال لي شوب ديال الماكله وهادي، وداير داك النهار زعما ديال المغاربه باش يعرفوا عليه. اش غادي نقول لكم اخوتي؟ واحد الشوها نمشي واحد خونا لابس اللباس ديال زعما ديال الصحراء باش ولي يوقف في الباب، وكتعرفوا المغاربه فين ما مشيتي الشلهبيه واحد الربع ديال الشلهبيه تما. انا شوف ما كان نضرب حتى شي واحد وما كنقول حتى شي واحد علاش داير هو داك الشيء تما، خصوصا دوك الناس اللي واقفين تما. مي كنعرفوا التقاليد، كنعرفوا حنا المغاربه راه كيفاش بعضياتنا كيفاش كتشوف كتشوفهم كتعرفها من خير، واخا ما كنعرف حتى شي واحد فيهم ولكن كتشوفهم من خير كيفاش كيتعاملوا وكيفاش كيديروا، كتبين الشغل كطيرهم في السماء. واحد المحل صغيور دايرين واحد الدخله ديال الباب حاطين واحد الوريقه زعما فيها العالم المغربي، ما دايرينش حتى الرايه المغرب ما مدايرينهاش. واقف واحد خونا تما وماشي بنات كيصابوا زعما الحرشه ودير واحد الشبكيه، غنقول لك ما هي شبكيه واحد الحلوه ما هي حلوه، وزعما كانوا كيصابوا الرغايف زعما باش يعلموا. مي انا ما شوف انا ما تنضرش في الناس اللي واقفين تمايا واللي دايرين هذاك الشيء نطلب منهم يديروا كيديروا. انا تنهضر على هاد الدوله كدوله ككيان ديال الدوله بصفه عامه اللي ما قدرهاش توفر واحد لوكال صغير كيف ما بغى يكون دير فيه واحد الموسيقى ويكون خاص صعيب المغاربه، حيت اللي فينمو خاصين عليها وديرنا في فيسبوك حاطينها، يعني الناس كاملين غادي يجيو يشوفوا داك لي فينمو. ملي كتمشي تما تلقى واحد اش غادي نقول لك؟ انا بعدا تصدمت، انا وحق ربي الا تصدمت. ما كنتش متوقع ان شي حاجه غادي تكون زعما واعره، ولكن داك الشيء التنظيم يكون هي تنظيم في المستوى داخل، ما كتعرفش كاع واش كاينه كاع داك لي فينمون المغرب ولا ما كايناش. واحد الشوب ديال الكباب دايرينو وكتبن عليه كباب مغربي، واش عندنا شي كباب مغربي؟ والدراري اللي خدامين تما سوريين، وقال لك واحد الكسكسو ما هو كسكسو واحد الروينه ما هي روينه. اش غادي نقول لك؟ والله تشوها 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 تشوها، كلشي تيتخاطف بغني. غادي نقول لك والله الا حشومه حشومه تكون ايفينمون. واحد المره حضرت واحد ليفينمون ديال لي زافريكان، ماشي لي زافريكان حنا براسنا افريكان، واحد لي واحد ليفينمون حضرت ليه ديال واحد الصوماليين. غادي نقول لك ديرنا في سونترفيل ودير بن واحد لي طونت كبارين بالموسيقى ديالهم بالضو ديالهم بكلشي ديالهم فري دخول تنشط داكشي واعر. داكشي علاش انا قلت بان هاد لي فينمون غادي تكون بحال، مي مشيت تما شنو نقول لك؟ شوها بوان كوم
شوها بوان كوم وحق ربي لي شوها من الاخر. ما كاينه ما يتقال وما كاينه ما يتعاود ما كاين ما يتصور ما كاين ما يدار. غادي انايا زعما على اساس انني غادي ندير واحد انا مابقاش فيه الحل زعما انا غادي نمشي غادي ندير فلوغ ولا ما غاديش ندير فلوغ. بالعكس انا كنت غادي تما غادي نشاط ندير المدام ديالي وحشمت كاع حق ربي لي حشمت غادي باش تقول لي لا اله الا الله حق ربي لي الشوه ديالنا فين ما مشيتي كاين فين ما مشيتي كاين. شي زعما غادي نسول السيد قلت له واش ندير معاك واحد ايوا صاحبي واش نصور معاك وهادي قال لي هي منين بديت ندير مع لا فيديو قال لي لا غادي حتى في الكونسول حيت عارفين الشوه جيني عارفين الشوه ما بغيتش يدير معايا فيديو قال لي لا انت كتعرف بان نخدم في الكونسول عارفين الشوه لان ما كاين ما يتصور مشيت ما لقيت من ما لقيتش من ما لقيتش من نشوف ما والو والو وحق ربي واش الا كنت جمعنا خمسه بينا السبينه ديال الدراري ودرنا 500 درهم لواحد وحق ربي الا كنت درنا شي حاجه بزاف بزاف كنت درنا شي حاجه الهرب مجموعين تما واحد الربع ديال الشلاهبيات ماشي تصوروا وشي كيتصابخوا غادي نقول لك هذيك الوريقه اللي دايرينها زعما راه على الراي المغرب كيتصابقوا عليها وباش بغي تصوروا وجايين الناس من الاسم الشرق الاوسط نقول لك واحد الشوه الحاجه الوحيده الخير الوحيد اللي ربحنا معهم واحد الحجر الغيفات معمرين هما اللي كنينا معهم كلات ما ينز وقفوا علينا والله ما بغيت ناكلها برا تصدمت انا حق ربي لا تصدمت تصدمت الرايه ديال المغربي ما كايناش وحق ربي ما كاين الرايه ديال المغرب واحد جوج صويطات معلقينهم الفوق واحد التويشيه معلقي حاطينها تمايا وكارين واحد بشي شوب صغير ما تعرفو شوب ما تعرفو براكه ما تعرفو هنجين وجايبين واحد السيد تما حاطينه ولا كان كيشوفني من هذا البنبره هذا انا مثلا انا ما عندي معاه حتى شي مشكل بالعكس السيد هضر معايا زوين ما عندي معاه حتى شي مشكل وكاين هذا لا فيديو انا علاش كنهضر على هاد المسائل هذه باش الشوهه ديال المغاربه وراها بزاف وحق ربي لا بزاف بزاف ما لقيتش غادي نقول لك ما لقيتش ما نقول ما انا تصدمت المدام تصدمنا صافي خرجنا في حالاتنا قلنا ما ناقص كاع ما ناقص كاع من هاد الجلسه هذه اش تي تشوف ما تشوف ولا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله اول مره خوتي غادي ندير لكم هاد لا فيديو معصب ولكن انا ماشي معصب على راسي ولا معصب على زعما النهار مشى ليا ولا معصب على هاد الشوه اللي دايرينها لا حول ولا قوه الا بالله من الاخر من الاخر الشوه بوان كوم قرب الى الشوه بوان كوم من الاحسن كاع ما كو داروها خاسرين في الفيسبوك ولا اله الا الله من هنا كنقول لكم اخوتي اسمعوا لي بزاف الا خدمتكم بهذا لا فيديو ما حتناش علاش نهضروا على هذا الشيء اللي ما فيه ما يتقال بلا ما نهضروا عليه نتمنى لا فيديو الثاني الجاي يكون زوين ان شاء الله غادي يكون قريب ان شاء الله كيف ما تنقول لكم اخوتي لايك سبسكرايب ونشوفكم في لا فيديو الثاني ان شاء الله السلام عليكم.